كابتن شطة اتكلم على قد ما قدر، قال ان الحكم يعني رايح كاس عالم والحكم مش هيجي على نفسه علشان خاطر قريبه. اتمنى، نتمنى كده. طيب نروح لخبر تاني، نسيبنا بقى من الحكام كده وان شاء الله معانا ربنا قبل الحكام، وان شاء الله جماهير الاهلي هتسافر كمان تبقى مع النادي الاهلي، صوتها هيبقى عالي. ولازم يا جماعه احنا كلاعيبه، يعني كلام ان لعيبه النادي الاهلي لازم احنا كلاعيبه ان احنا لازم نخوف الحكم مننا طالما في حق. يعني ضربه الجزاء في طرد كان لازم كلنا احنا فرحنا بالانذار وضربه الجزاء وده طبيعي، لكن لازم نتعلم ان احنا كنا لازم نروح للحكم اربع خمس لعيبه لازم تطرد اللعيب، الفاولات لازم نروح عليه اربع خمس لعيبه محدش يروح له لوحده، لازم كده، لازم كده عشان الحكم يعرف ان في لعيبه كل شويه يعني هتهاجمه على قراراته الخاطئه، وكان لازم الجمهور كمان. بس يلا الحمد لله اللي حصل حصل وان شاء الله بنتعلم من هذه الدروس. كابتن سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي يصلان تونس لترتيب إقامة الأهلي قبل مباراة الترجي. وصل الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية للنادي الأهلي لتونس منذ قليل لبحث ترتيبات الإقامة والانتقالات وكافة الأمور للبعثة الحمراء قبل وصولهما لهناك ظهر الخميس. يستعد الأهلي لمواجهة الترجي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل إن شاء الله في رادس، وذلك في بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2. محمد صلاح، نروح للمنتخب الوطني. محمد صلاح بيغيب عن المران الأول للمنتخب استعدادا للكونغو. النجم المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي حدد موعد وصوله رسميا إلى القاهرة للانضمام لمعسكر الفراعنة القادم إن شاء الله مطلع الشهر المقبل ببرج العرب. يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل في الجولة الخامسة لتصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي ستقام بروسيا. يتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة زي ما حضرتكم عارفين بتسع نقاط، بينما تلقى المنتخب هزيمة واحدة من أوغندا بكامبالا. محمد صلاح بلغ الجهاز الإداري للمنتخب الوطني على موعد وصوله على متن الطائرة التي تصل القاهرة من العاصمة الإنجليزية لندن في تمام الثامنة مساء الثاني من أكتوبر المقبل إن شاء الله. ده كان خبر محمد صلاح. المدير الفني للمنتخب الوطني هكتور كوبر بيطلب تقرير عن إصابة عبد الشافي. طلب تقريرا طبيا عن حالة محمد عبد الشافي المحترف في صفوف أهلي جدة السعودي. ويلتقي منتخب مصر مع نظير الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله. كمان عرض للمدير الفني هكتور كوبر من فالنسيا الأسباني، بيطلب جلسة مع هكتور كوبر بالقاهرة لتولي مسؤولية تدريب فريق فالنسيا الفنية. مسؤول نادي فالنسيا الأسباني طلبوا عقد جلسة مع الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للفراعنة للقدوم للقاهرة للتفاوض معه على تدريب الفريق في الليجا، خاصة أن كوبر يرتبط بعلاقة وطيدة بمدير النشاط الرياضي بنادي فالنسيا أو فالنسيا. كشف مصدر بالمنتخب أن كوبر طلب تأجيل مفاوضات لما بعد الانتهاء من مباراتي الكونغو وغانا في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال. يذكر أن كوبر تلقى أكثر من عرض مؤخرا للرحيل عن المنتخب أبرزها من الإكوادور والكاميرون وليبيا. أنا مش هتكلم علشان أنا دايما يعني الناس بتفهم أن أنا بهاجم هكتور كوبر، وأنا مصلحتي أكيد يعني أكيد مصلحتي من مصلحة المنتخب، نفسي أشوف منتخبي أو منتخب بلادي في ظل الوفرة العددية للعيبة الموجودة، الوفرة الفنية للعيبة الموجودة، عندها لعيبة عندها سرعات ما شاء الله، محمد صلاح ليفربول تريزيجيه يعني ناس كتير لعيبه محترفه كتير، انني يعني لعيبه يحلم اي مدرب ان هو يقتني مثل هذه اللاعبين. وفي نفس الوقت انا مش شايف اي اسلوب للاسف للمنتخب الوطني، لكن انا عشان بس ما يبقاش كلامي دايما هجوم، نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل التوفيق لمستر هكتور كوبر ان هو يصل بالمنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم ان شاء الله، لان ده كمان طموح الجماهير المصريه ويبقى مصدر سعاده لكل هذه الجماهير. طيب نتكلم عن شريف اكرامي.
ان شريف اكرامي، احنا قلنا احنا يا جماعه هنا في قناه النادي الاهلي استحاله هنهاجم لعيبتنا، واكيد انتم مقدرين يعني ايه قناه، احنا صوت اللعيب وصوت الجماهير كمان، فبنتكلم يعني بنحاول نوفق الامور شويه بين الجماهير وبين اللعيبه. بتكلم على شريف اكرامي، اخطا هو الراجل عارف ان هو اخطا واعتذر وعارف ان هو اخطا، برضو اخطاء بتبقى مؤثره لكن اكيد اخطاء غير مقصوده بالمره، وزي ما هو بيعمل اخطاء اكيد ليه حسنات كتير جدا جدا. طيب نقضي عليه نخلص عليه يعني نقول شريف لا او خلاص ومش هينفع، ولا نقوم لعبتنا ونفوقها ونفكره باحسن حاجه كان بيعملها شريف اكرامي، نفكره بالصدات كتير لانقاذها شريف اكرامي. يعني شوفوا قدامكم، هسيبكم مش هتكلم، تشوفوا شريف اكرامي عمل ايه حتى لو ما فيش صوت، خليهم يتفرجوا على شريف اكرامي عمل ايه وصد ازاي وطلع ازاي علشان نفوق شريف، وده دورنا كقناه نادي اهلي ودورنا كمان كجماهير. شوفوا شريف اكرامي عمل ايه في الفيديو القصير اللي قدام حضراتكم. يعني دي كانت بعض صدات اكرامي اللي كانت مؤثره جدا جدا. زي ما اتفقت معاكم يا جماعه لازم ندعم حراسنا تحديدا، الحارس اللي هو بيبقى وراه الشبكه على طول. الاخطاء يعني بتبقى صعبه شويه، ما تعرفوش التانيب الذاتي للعيب بيبقى شكله ايه. بثني على شريف اكرامي ان هو بيرجع بسرعه ما بيسمعش، ودي حاجه كويسه قوي في لعيب الكوره تحديدا الشخصيه. هو عارف ان هو اخطا، عارف ان هو بيبقى عارف بقى ان هو مورط فرقته وضغط نفسي وعصبي جدا عليه، ومع ذلك بقف وفي الاخر الحمد لله رب صد كوره ووقعت من ايده، والحمد لله يعني ربنا بيحبه جدا جدا وبيحب كمان جماهير النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي ان الكوره دي ما دخلتش جون. يعني ربنا بيدي فرص، فاكيد الجماهير والناس اللي بتفهم هتدي فرص. ما طلعش بقى هاجم، ما طلعش اشتم، نستحمل شتيمه مره واتنين، بس برضو احنا هنرجع نقول ان احنا السند للعيب، السند للفريق، الجمهور هو السند الحقيقي للعيب الكوره. من غير الجمهور لعيب الكوره ده ولا حاجه خالص. تخيلوا انتوا كده مفيش جمهور، ما كنتوش هتشوفوا اساطير، ما كنتوش هتشوفوا اسطوره زي الكابتن محمود الخطيب، ما كنتوش هتشوفوا اسطوره زي ابو تريكه. يعني اساطير كتير جدا بقى، مش عايز اعد بقى عشان اكيد هنسى اساطير كتير جدا. الجمهور هو عماد الكوره، هو قلب الكوره، هو روح الكوره، هو اللي بيطلع من اللعيب الحاجه اللي ما ينفعش اي حد يطلعها منه. هو دايما اللعيب بيستناه، بيقعد يفتح الفيسبوك وبيفتح التويتر وبيفتح مش عارف بيفتح اي حاجه عشان يشوف واحد بس بيقول عليه يا شريف ما تزعلش احنا في ظهرك. ياه
ياه، يعني لو اتشتم من مليون واحد ويلاقي واحد بس يقول له يا شريف احنا في ظهرك، يا شريف احنا مش ناسينك، يا شريف احنا مش ناسين اللي كنت بتعمله واللي عملته والصدات والضربات الجزاء اللي طلعتها، بيبقى في منتهى السعاده، بتدي له الروح تاني وبترجعه تاني. شريف اكرام اخطاء ما تبقاش مقصوده تماما. شريف طلع كوره يا جماعه بعد الجون الاولاني، جون كوره صعبه جدا والله العظيم، لو 100 واحد واقف في الجون ما يطلعها، طلعها كانت في قلب السته مش فاكر كان مين اللي شاطها، وجع على الارض وشريف طويل ونزل لها في ثانيه وجابها، حاجه يعني حاجه حلوه قوي. معاه مدرب محترم جدا 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 طارق سليمان، معانا شريف اكرامي الشناوي، احمد عادل عبد المنعم حراسنا مصر، الحضري عواد، الشناوي الزمالك، كل الحراس دي محتاجه دعم جماهيرها في ظهرها، خصوصا لما بيخطئوا اخطاء ما فيش حد يغلطها. هو لما بيتفرج على نفسه تاني، يعني ده انا لو ابني واقف هجيبها، هو شريف بيقول لنفسه كده، انا لو ابني ولا بنتي واقفه هتجيبها، ازاي دخلت فيا؟ تأنيب ضمير رهيب يا جماعه. مش حاسين انتوا بلاعيبه الكوره، خصوصا لاعيبه الاهلي والزمالك تحديدا اللي هم جماهيرهم واسماعيلي كمان ومصري، ويعني الجماهير اللي هي الشعبيه قوي، بيبقى في تأنيب ضمير غير عادي، غير الانديه اللي ما بيبقاش لها جماهير. بغلط محدش هيعاتبني، لكن انا عارف اللي في ظهري جماهير السكاكين في ظهري بتترزع، وبالرغم من كده برجع وبقف على رجلي وعندي ماتش مهم جدا، فلازم نسنده. عارف ان انتم متضايقين، وعارف ان انتم غضبانين، وعارف ان انتم زعلانين، وما ينفعش كوره زي كده تدخل في حارس مصر زي شريف اكرامي. لكن هفكركم لو محضرين الفيديو يا جماعه، هفكركم بكبار حراس العالم بيدخل فيها جوال، يعني شكلها ايه؟ يلا يا احمد بصوا، انا مش شايف الحارس مين ده، مين ده؟ بوفون ده ولا مين ده؟ كاسياس. كاسياس يا جماعه حارس اسبانيا وحارس ريال مدريد، بصوا عادي جدا. كاسياس اهي عادي جدا، ماشي يا جمال، ماشي يعني اهي برجله يطلعها وهو نايم يطلعها، لكن خلاص. مين انتوا؟ مش لا ده مش كاسياس، يعني يا جماعه انا اسمه راح من دماغي، هو لسه حارس الريال يعني، ده يعني حاجه بصراحه اخطاء لما هم بيتفرجوا عليها يقولوا ازاي دخلت الكور دي فينا. نفاز يعني ازاي دخلت الكوره دي فينا، حاجه. وبرده اهو اخطاء بتخسر فرق، اخطاء بتبقى ساذجه جدا، انا معاكم. اخطاء ما لو رجعت الكوره دي مثلا مليون مره، لكن ده سلوك مش مقبول من المدرب بصراحه، ان هو بقى يمسك دماغه بقى والكلام ده، هو لازم يدعم لاعبه. فاكرين زي ما عمل مارتن يونس السنه اللي فاتت برضه مع شريف اكرامي وطلع يتكلم عليه؟ ده سلوك غير مقبول تماما من اي مدرب، ان هو لان المدرب برضه لازم ياخد السكاكين في ظهره، مش في يعني يفضل نفسه على اللعيب في الحته دي. يلا هات اللي بعده. ده بوفون تخيلوا دي بقى كان عملها حد عندنا، تخيلوا. اصل خلي بالكم انا بكلمكم انتوا ليه؟ لان انتوا جمهوره، يعني انتوا سنده، مش عايز اقعد اكرر الكلام، انتوا سنده وانتوا اللي في ظهره. تخيلوا بقى لما احنا نهاجم الحارس بتاعنا، تخيلوا الناس المغرضه هيعملوا فيه ايه؟ يعني انا سمعت ناس، مش عايز اقول اسماء، يعني اللي طلع بقى عمل فيها مدرب كبير، واللي قال اصل شريف عنده مش عارف خطا ايه واخطاء ايه وعنده مش عارف ايه، وهو اساسا يعني ما طلعش جون. مش عايز اقول اسماء، خلينا كده ايه، احنا ماشيين في السياق بس، يعني يا جماعه ارحموا حراسنا شويه، ارحموا لاعبتنا شويه، لان في نقد بناء وفي نقد هدام. دايما لما لعيب الكوره بيقع دايما نفكره بالحاجات الحلوه اللي بيعملها، لعيب الكوره كده كده هيقع، هتجيله وقعات، هتجيله غلطات. الحضري
احسن حارس جه على مر التاريخ في مصر. وطبعا كلامي هيبقى مجروح عليه لانه يعني حاجه يعني انا شفته كمان وعاصرته في التمرين كمان. حضري في التمرين يا جماعه لما كنا بنجيب فيه جون كنا بنقعد نلف في الملعب من الفرحه اللي احنا يعني جبنا في الحضري جون في التمرين. ما تفهمش كان بقى معاه عفاريت ما معهوش عفاريت، كان بيطلع كور غريبه جدا منه في التمرين، حتى لو على خط الجون تلاقيه طالع واخد الكوره كده. الحضري نفسه بيدخل دخل فيه جوان، دخل فيه كوره بين رجليه، طلع يمسك الكوره حطها في نفسه، مش عارف لوب من حطيت انا في جون لوب وانا في ام بي طلع اتعلق في العارضه. لكن حضري هو الحضري، الحضري احسن من انجبت مصر في تاريخ الكوره في حراسه المرمى، لسه لغايه دلوقتي بيلعب، يعني داخل في ال 45 سنه وبيلعب ومحترف في دوري اقوى من الدوري بتاعنا الدوري السعودي. لو كنا بقى احنا همدناه وقتلناه خلاص ما كنتش هتشوف الحضري ده. كذلك كل الاجوان، الشناوي، الزمالك، عواد، الاسماعيلي، حراس كبار جدا لازم كلنا نقف في ظهرهم. كفايه كلام عن حراس كده علشان من يعني ما نزودش في الوقت قوي، لكن اللي انا عايز اقوله لكم اللي احنا لازم كجمهور اهلي ان احنا نقف ورا شريف اكرامي. وانا شايف بصراحه على الفيسبوك ناس منزلوا له فيديوهات زي اللي احنا عرضناها دي، هو ده الجمهور الحقيقي. ازعل شويه، اشتمه اشتمه يا سيدي، هو متقبل الشتيمه، لكن بنرجع نقول له يا شريف لا احنا عندنا ثقه فيك، يا شريف لا انت اللي هتشيلنا الماتش الجاي ان شاء الله مع الشناوي واحمد عادل ايا كان مين اللي هيقف فيكم، لكن ما نوقعش، ما ينفعش ان احنا نحط السكينه احنا في ظهر لاعبتنا. كلام للجمهور الواعي وكل جماهير الاهلي الحمد لله يعني جماهير واعيه ونفسها ان هي يعني تشوف فرقتها وتشوف لاعبتها في احسن ما يكون من صوره، ونفسهم كمان يشوفوهم كمان نجوم في برشلونه والريال وتشيلسي وليفربول انا عارف، لكن هي الكوره كلها اخطاء. وانا وريتكم نماذج صغيره جدا من يعني حراس كبار جدا زي بوفون، زي كاسياس، زي ياما حراس دخل فيهم اجوان بيقعدوا يقولوا ايه ده؟ ازاي الاجوان دي دخلت فينا؟ عموما ان شاء الله عندنا ماتش يوم السبت ان شاء الله، ايا كان مين اللي هيقف، شريف اكرامي، الشناوي، احمد عادل، كلنا ثقه في حراسنا، كلنا ثقه فيك يا شريف اكرامي. ان شاء الله انت وحش وجاي من ظهر وحش ان شاء الله. الاخطاء وارده، والاخطاء وارده وبكثافه كمان، وياما هتغلط لسه، وياما هيدخل فيك اجوان لسه، وكمان مش هتصدق كمان، لكن ارجع تاني بسرعه جدا جدا، عندنا مباراه مهمه جدا، وان شاء الله كلنا عشان فيك ان انت هتكون قد ثقه الجماهير ان شاء الله، وتشيل النادي الاهلي في ماتش زي الماتش القادم. مباراه مهمه جدا جدا محتاجه تكاتف الجميع، محتاجه كلنا اللي بيحبوا الاهلي الحقيقيين، ها مش المغرضين اللي عايزين يوقعوا في الفريق عشان اهداف في دماغهم، كل واحد ليه هدف في دماغه شخصي ومعروفين وباينين وصوتهم واضح جدا كمان، لكن احنا كلنا كمحبي النادي الاهلي لازم كلنا نلتف حول النادي الاهلي، حول فريق الكوره، هو دي البطوله وهي دي البطوله المحببه لجماهيره، وهي البطوله اللي بتوديه كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي قادر، ان شاء الله الاهلي قادر، وباذن ربنا ان شاء الله الاهلي هيكسب، لو حتى مش مقدر ان احنا نكسب، لكن اعملوا اللي عليكم واطلعوا رجاله زي ما انتم معودين. جماهير النادي الاهلي موتوا في الملعب، موتوا في الملعب، وان شاء الله ربنا اللي عايزه يكون، لكن حاسسوا جماهيركم ان انتوا عملتوا اللي عليكم ايا كانت النتيجه ايه، لكن كلنا عشان فيكم ان شاء الله ان انتوا هتكسبوا وهتصعدوا ان شاء الله. ده كان كلامي معاكم في الانترو، يعني هنطلع فاصل عشان نستقبل نجم مصر ونجم النادي الاهلي الجناح الطائر كابتن ياسر ريان. فاصل وهرجع لحضراتكم على طول هنتكلم عن مباراه الاهلي والترجي مع كابتن ياسر ريان، استنوني.